ازيكم. هرمونات التجذير هي مواد بتتحضر صناعيا علشان تحفز عقل النبات انها تطلع جذور، وبالتالي تنجح معانا طريقة الزراعة بالعقلة لنباتات كتير. وفي برضو بدائل طبيعية ورخيصة نقدر نستخدمها. تابعوا معايا لنهاية الفيديو علشان تعرف انواع هرمونات التجذير وازاي بتساعد العقلة انها تطلع جذور وازاي نستخدمها صح. انا محمد الخطيب ودي قناة شتلة. أول نوع هرمون تجذير معانا هو صبار الألوفيرا. صبار الألوفيرا من العصاريات المحبوبة جدا، لأن الجل اللي جوه الورق بيستخدم في حاجات كتير زي العناية بالشعر وخلافه، بس النهاردة هنستخدمه كهرمون تجذير. جل الألوفيرا يعتبر محفز تجذير قوي، لأنه أولا فيه مواد مضادة للنمو البكتيري والفطري فبتحمي العقلة من العفن، وثانيا الجل فيه مغذيات زي الفيتامينات ومعادن اللي بتساعد على نمو الجذور. وتاني نوع هو الهرمون الكيميائي، وهو عبارة عن مركب كيميائي وهو إندول بيوتريك أسيد على شكل بودر، وهو نفس التركيب الكيميائي لهرمون الأوكسين لكن متصنع. وهرمون الأوكسين هو الهرمون النباتي المسؤول عن نمو الجذور. والنوع الثالث هو خليط العسل والقرفة ومخففينه بمية، والخليط ده فيه مواد مضادة للنمو البكتيري والفطري، لكن مفيش أي إثبات علمي إنه بيساعد على نمو الجذور غير إنه بس بيمنع تعفن العقلة. نيجي بقى لطريقة الاستخدام، وهنجرب في عقل الياسمين البلدي. ونبدأ بالألوفيرا. هنعمل حفرة صغيرة في القصيص ونبدأ نملاها بقطع الألوفيرا، ونقدر نستخلص الجل ونغمس فيه العقلة قبل ما نغرزها، لكن الأفضل نقطعه بالشكل ده علشان نضمن إن الجل يفضل متواجد حوالين العقلة. ونبدأ نغرس العقل بحيث إن يكون فيه عقدة أو زي ما بتقولوا عليها عين ملامسة لجل الألوفيرا، لأن العقد دي هي المكان الحيوي في النبات اللي بينمو منه الجذور او البراعم، زي مكان اتصال الثلاث فروع ده، هو ده العقدة. وهنعلم القصيص ده برقم واحد. ونيجي بقى للهرمون الكيميائي، هرمون الاوكسين المتصنع. وبالمناسبة في ناس بتخلط البودر ده ببودرة التلك بتاعت الاطفال علشان تزيد الكمية، وخليك حريص جدا ان الهرمون ده ما يتعرضش للضوء فترة طويلة لانه بيفقد فعاليته ساعتها. هنغمس العقلة في البودر لحد ما نتأكد ان البودر وصل للعقدة زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين نغرس العقلة في القصيص، وهكذا في باقي العقل. وهنعلم القصيص ده برقم 2. واخيرا خليط العسل والقرفة، هنغمس العقلة في الخليط ونتأكد ان الخليط وصل للعقدة، وبعدين هنغرس العقلة ونعلم القصيص ده برقم 3، وبعدين نسقي كويس جدا لانه يفضل ما نسقيش العقل تاني لحد ما الجذور تطلع. في النهاية نغطي القصيص كويس باي بلاستيك شفاف، ممكن تستخدم كيس بس انا استخدمت ازايز بلاستيك وعملت فتحات تهوية فيها. وهنا بقى لازم نحط العقل في مكان مضيء لكن بعيد عن اشعة الشمس المباشرة. بس كده اتمنى اكون فدتكم، وان شاء الله هنزل لكم فيديو نتيجة التجذير بالتلات طرق. ولو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك واشتراك. سلام، وما تخليش حاجة تزعلك.